السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين قبل مواجهة الشرطة يعني والهلال السعودي، وقال المدرب تاع الشرطة الهلال يعني مكانه في البريمير ليغ ولا يقارن بالنصر، يعني وين ضرب النصر بطريقة غير مباشرة، والنادي الهلال بطل الدوري السعودي، وإن أنهل أحمد صلاح مدرب نادي الشرطة العراقي بالمديح لمنافسه الهلال السعودي قبل مواجهة فريقين يعني اليوم ضمن منافسة الجولة الثانية من بطولة دور أبطال آسيا للنخبة. وقال أحمد صلاح في تصريحات نشرتها جريدة اليوم السعودية: لو كنت مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كنت طالبت خوض الهلال مبارياته في الدور الإنجليزي. وأضاف المدرب نادي الشرطة العراقي: الهلال يتفوق كثيرا على النصر، فهو يمتلك لاعبين على أعلى مستوى من ناحية الأجانب الذين قادرين على صناعة الفرق، والمقارنة بين الأزرق والأصفر صعب. وأوضح أحمد صلاح مدرب نادي الشرطة العراقي: لنا شرف أن يعني وين نلعب ضد فريق كبير مثل الهلال الذي يمتلك تاريخ كبير في آسيا وجميع يعرفه. وأنهى أحمد صلاح حديثه: أتمنى أن ننال نقطة ضد الهلال، وسنواجه فريق الأزرق بنية الفوز. وكان نادي الشرطة العراقي تعادل مع النصر السعودي بهدف لمثله في الجولة الأولى من الدور أبطال يعني آسيا للنخبة، بينما الهلال فاز على ريان قطري بثلاثية مقابل هدف. أودي الهلال أود عمي راها وجدنا، وين كذلك وين حصل البرتغالي خيسوس مدرب نادي الهلال على دفعة قوية قبل مواجهة الشرطة العراقية، ويستضيف الهلال الفريق الشرطة العراقي مساء اليوم في إطار منافسة الجولة الثانية من دور أبطال آسيا للنخبة. وشارك روبن نيفاز في الجزء الأول من تدريبات قبل أن يقوم باستكمال برنامج التأهيلي. وهنا دروك بصح نادي كبير خويا، هاو نادي كبير. نادي كبير خويا. إذا والله ما فهمناش على احنا، والله ما فهمنا على بصح تير عليهم ديريكت، لونترينا تاع الشرطة تير عليهم ديريكت، والله تير عليهم ديريكت. والله لا تير عليهم ديريكت بصح نادي على الله.
جايه كيما هكا. المهم وين غادي تكون المباراه؟ وين شوف كيفاش تشوف نتايا الهلال السعودي يعني الخبره اللي كسبها، وخبره كبيره كسبها، وين احترام كبير جزيلة، واحترام كبير خويا. شو بين عطال تبليسة، حاول يرجع بين قالوا تبليسة ربي وعطال تبليسة رجال يدي الله يا خويا، عطال كي تبليسة احنا شغال نجول له. ماشي سهله. المهم غادي مباراه نقول باللي محسومه الهلال، مباراه محسومه الهلال خويا. انا اقول لك مباراه محسومه، خاطر غادي يلعبو أمام نادي الشرطة العراقي، ما نقولوش بلي غادي يوقفولهم خاصة في بلادهم هادوك ما يطلقوش. ما يطلقوش الجزائر ما غادي تسامح. وزيد فانيك وين بونو، يعني خاصة بونو وين وقال ياسي بونو في مؤتمر صحفي لن تكون مواجهة يعني سهلة، فاللعاب العراقي يتميز بقوة بدنية وتنافسية كبيرة لكن نريد تحقيق الانتصار. وأوضح ياسي بونو أنه البطولة الآسيوية تعاني كثيرا يعني تعني كثير للجماهير واللاعبين، ويأمل في الحصول على الدعم الجماهيري كالعادة في مباراة اليوم. وكان نادي الهلال السعودي فاز على ريان القطر بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور أبطال آسيا. ويذكر أن نادي الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات بعد مرور 5 جولات. وتغلب نادي الهلال على الخلود برباعية مقابل هدفين السبت الماضي ضمن منافسة الجولة 5 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. يعني غادي نشوفوا كيفاش. والمدرب كذلك وين أبدى المدرب نادي الهلال السعودي حزنه من عدم خوض مباراة الشرطة العراقي على ملعب المملكة أرينا في الجولة الثانية. وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي خاص بمواجهة الشرطة الشرطة العراقية: الجماهير الهلالية العظيمة تستحق ملعب خاص لهم، نستحق أن نلعب في ملعب خاص لنا ولكل مباراتنا. جماهيرنا لها الحق بالمطالبة والتواجد معنا في ملعبنا. ويلعب يعني وين شو كيفاش. وأوضح المدرب الزعيم خلال مؤتمر صحفي: ملعب يعني مارس مختلف تماما عن مملكة أرينا من حيث الأرضية والإضاءة والأجواء الحارة وبعد يعني مدرجات عن الملعب، هذا كله أمور تساهم بشكل كبير في على ظهور بمستوى مختلف. وتبع الملعب مارس يصيبنا بالبطء الشديد وكل عوامل به ليست محفزة ولا يجعلنا نقدم ما نريد، نرغب بأن نعود بأسرع وقت لملعبنا المملكة أرينا. وبشأن مواجهة الشرطة أوضح المدرب الهلال: هي مباراة مثلها مثل أي مباراة، وإن هدفنا الفوز فقط. يعني يربحوا ما يطلقوهمش. أنا أقول لكم ما يطلقوهمش، ولا جابوا لهم رقاد كما هبوا نتايا يا ولا في بلادهم ما يطلقوهم، ما يطلقوهمش، ماركو لهم يغبنوهم. أنا أقول لك ما تنساوش أعطونا جيم كومنتار وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وما تنساوش تفعيل الجرس، واللي يمشي أبوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.